مررنا بالأوقات السيئة والجيدة معا، رغم أنني الخان وأنت من أتباعي، إلا أننا كالأخوين تماما. سيدي مهوالي، أما زلت تذكر هاجمنا الملك الخان بشكل مفاجئ وخسرنا أمتعتنا وقوافلنا في تلك الليلة الباردة؟ أذكر أني نمت مرتديا ثيابي في العراء، وقمت ما أنتما بحراسة حتى الصباح، بينما استسلمت أنا للراحة والنوم العميق. ما قمت به هو واجب الأتباع، وأنت عاملتني كإنسان، رغم أنني من خدم قبيلة زورجي. لا أستطيع رد معروفك حتى لو قدمت كل دمي فداء لك. لا، أنتما أثبتتما جدارتكما وأصبحتما من كبار القادة، ولا يمكنني الاستغناء عنكما. أمنح بورشو لقب القائد الأيمن، وأمنح مهوالي لقب القائد الأيسر. أنتما أعلى من باقي القادة، ويمكنكما اقتراف 9 جرائم دون عقاب. شكرا سيدي. انهضى. هوبيلاي، زلمي، زبي، سوبوتاي. احترامي سيدي. أنتم قادة الأربعة الكبار، ومع رجال جيس الأربعة وشوشيتاي ويدار، أنتم أبطال العظماء العشرة. من الآن فصاعدا أنتم ستقودون الجيوش. نايا. سيدي الخان. لأنك صادق ونزيه أمنحك لقب القائد الأوسط 10,000 رجل. شكراً جيس خان. سوار هانشيلا وشيلوين. سيدي الخان. أطلب أي ألقاب تفضلان؟ هل فهمتما ما قلته؟ عائلتك أنقذت حياتي حين ساعدتني في الهروب من يدي تليهوتاي. هيا قولا ماذا تريدان، وسأنفذ طلبكما فورا. أريد سيدي الخان أن أكون رجلا حرا لا أكثر. تريد إذن أن تكون دلهان؟ وأريد الحصول على مخيمي مياركي وكسوليانك. موافق. وماذا أيضا؟ صاحب الجلالة يقرر المكافآت الأخرى، ولن أرفضها مطلقا. حسنا، بالإضافة إلى هذا يمكن لأبنائك أن يرثوا المخيم، وأنت شيلوين يمكنك أن تدخل خيمة الأساسية حاملا قوسك من دون إعلام حراسي، ويمكنكما ارتكاب 9 جرائم من دون عقاب. شكرا سيدي الخان. عمي شوشيتاي. نعم يا صاحب الجلالة. قبيلة كيان فخورة بك، قدمت العديد من الخدمات المهمة، خصوصا عند بحيرة بانزوني، إذ كنت الأكبر بين القادة جميعا حينها. شربنا الماء القذر معا وتناولنا اللحم النتن، وأنا الآن أجعلك قائد 4,000 رجل. الجميلة غوربيسو. صاحب الجلالة. عمي شوشيتاي، أقدم لك الآن غوربيسو لتكون لك زوجة وتشعرك بالسعادة. سيدي غوربيسو، أدرك كم أنت مهذبة، هذا بالإضافة إلى حسنك، لهذا جعلتك زوجة لعم المخلص شوشيتاي، وأطلب إليك أن تهتمي به على الدوام. تاتاتونغا. نعم سيدي. امنح عمي وزوجته كل ما يريدان من وسائل الراحة. انصرفا. شكرا لك. شكرا سيدي الخان. هورشي تقدم. نعم سيدي. هورشي، بيننا اتفاق مبرم وكثيرون يشهدون عليه، أعينك قائدا على شعب الإنموزو. ألا تود أن تشكرني؟ ولكن
أنا لست أفهمك سيد الخان. لم يستسلم الشعب الذي يعيش قرب بحيرة بايكال بعد. سأرسل تشوتشي لغزوهم على الفور، وأنت ستحكم ألوف العائلات من أصحاب الثروات هورشي. سيدي، لكنك نسيت أمرا واحدا مهما. تعني الزوجات؟ يمكنك أن تختار 30 زوجة من بين شعب لينموزو، هل هذا مناسب؟ سيدي الخان أنا أشكرك. إخوتي وأبنائي وأبناء هيشوين سيصبحون ملوكا يحكمون الآلاف من قوافل المغول، ولكن أريد أن أشير إلى موضوع يخصني كما يهمني شخصيا، أمي كيرلين. أمي عانت مدة طويلة وكثيرا لتجمع شعبنا. الأصغر بين إخوتي هو تيموغا، والأكبر بين أبنائي هو تشوتشي. أمنح لأمي ولتيموغا 10,000 شخص ولتشوتشي 9,000. الأمر الأخير يتعلق بدليتاي. أيها الخان. عمي، أخبرنا كيف عملت هوشار وأليتاي. أنت عندما كنت طفلا لحقت بقبيلة تايشيو وتخليت عن أمي وعني، ولم تعد إلا عندما أصبح عندي مخيم. لكن عندما كنا نحارب التتار عصيت أوامري. بعد أن عاقبتك استسلمت إلى الخان الملك. أتذكر عمي؟ أتذكر القول المأثور عند المغول الذي يقضي بمقابلة الشر بالشر والخير بالخير؟ سأدعك تعيش عمي دليتاي، سأدعك تعيش نظرا لكونك قد تبت، وسأنقلك إلى مكان بعيد، بعيد جدا عن أنظاري. أعرف أنني مذنب. جنكيز خان، لا يمكنك معاقبة عمي بهذا النحو. المرء يعاقب على أفعاله السيئة، لا تقاطعني. أولست القاضي الأعلى الذي عينته لتوك؟ فلما لا أقاطعك؟ يجب معاقبة المرء على أفعاله السيئة وفق حجم الجريمة. دليتاي عمي ارتكب الأخطاء مرارا وتكرارا، لكنه تاب في كل مرة وعاد إلى الخان بطيبة خاطر. كيف يمكنك أن تصنع قدوة للأصغر منك إذا عاقبت مسنا تائبا؟ في كل مرة أتى عمي إليك كان الخان بخطر ويعيش في صراع، وهذا يثبت أنا بإمكاني أن يميز بين الصواب والخطأ. ليس بريئا فقط، إنما يجب مكافأته. أرجوك سيدي، لست أطلب مكافأة، أطلب العفو فقط. سيدي، يقول المغول إن الابن الأصغر هو ذلك الذي يحرس القدر، ودليتاي هو الأخ الأصغر للخان الراحل القائد ياسوغاي، فكيف يمكن للخان أن يتخلى عنه؟ سيدي الخان، عذرا لتدخلي، ولكن